تبقى النتيجة 0-0. نيوكاسل ومان سيتي. سمربي يلعبها في الناحية اليمين عند برايتويل، مقطوعة بيردزلي، كرة حلوة لكن في تغطية دفاعية، تغطية من جليسبي. اوه مو معقولة، مو معقولة، هدف لنيوكاسل لا على البال ولا على الخاطر. شوف الحارس دبل، شوف هنا الحقيقة الحكم يقول ما فيها شيء، وشوف دبل، وشوف أيضا جليسبي، واحد لا شيء. واحد لا شيء لنيوكاسل. براين هود زعلان طبعا، يقول في خطأ لبرايتويل لكن الحكم يقول ما فيه شيء. عموما بيجري الآن، تغطية كانت من هوتيجر، توصل الآن لكوين، يعيدها مرة أخرى لبيجري. بيجري يلعبها عرضية لكن الكرة إلى ركنية إلى مان سيتي. مانشستر سيتي يبحث عن التعادل، بيجري أيضا نفذ الركنية. أوه والتعادل، التعادل، وحارس المرمى شوف الفرحة عند جودينو، وهدف التعادل 1-1. كوتسن فينيسون، بيرزلي عيده في الخلف، بيرزلي 1-2 حلوة. الثاني هدف جميل، هدف جميل لنيوكاسل. شوف الثنائية بين بيرزلي وايضا بيرسورد، حلوة مباراة حلوة، شوط أول مثير، 3 أهداف فيه. النتيجة 2-1 مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. وهذا بيرزلي يلعبها عرضية. جليسبي أخيرا، الثالثة ثابتة عند جليسبي بعد ما ضاع فرصتين، ها هو يحرز الثالثة. شوف المجهود الرائع من بيرزلي، وشوف دائما هالتباطؤ الدفاعي من مانشستر سيتي. خط الدفاع من مانشستر سيتي أو في مانشستر سيتي ضعيف جدا. شوف نيوكاسل الآن يتقدم بفارق 2 على مانشستر سيتي.